من العراق الحبيب وبالتحديد بغداد، وواحد من أهم المهرجانات اللي بتقام على أرض بلاد الرافدين، مهرجان عيون للإبداع. يسعدني أن يكون معايا رئيس المهرجان الفنان الجميل الأستاذ عباس الخفاجي. بقول لحضرتك يعني أهلا بك في بلدك وفي هوليود الشرق. أهلا وسهلا بكم في بغداد، شرفتمونا. شرف لينا والله. حضوركم كان كلش بهي وجميل، وإن شاء الله نقدم الأفضل والأحسن المهرجان. إن شاء الله. طبعا لازم أشكر حضرتك في البداية على تكريم برنامج هوليود الشرق كأفضل برنامج فني في الوطن العربي. الحقيقة الدعوة الكريمة من العام اللي فات، لكن لظروف خاصة لم نستطع الحضور. السنة دي طبعا حظنا، والصدفة الجميلة ان احنا بنحتفل بعيد ميلاد البرنامج التاسع، فبقت الفرحة فرحتين معاك. طبعا مبارك لهذا البرنامج المثابر، البرنامج اللي حقق حضور واسع من خلال الجمهور، وإلك بصمة واضحة أستاذ محمد. ونجاح هذا البرنامج هو نجاح كل، أكيد هو يكون نجاح للشخصية مالتك أستاذ محمد، وإحنا نحتفي بيك وبالبرنامج في بغداد في مهرجان عيون الدورة 13، دورة الفنان الإعلامي المخرج فيصل الياسري مع نخبة أخرى من الفنانين العرب والعراقيين. لازم نقدم التحية لحضرتك. الله يخليك. الحقيقة أصريت أن الدورة 13 تقام في موعدها، وتحديت كل الظروف الصحية وأيضا المادية طبعا. كلمنا بقى عن أبرز المكرمين مع برنامج هوليود الشرق في الليلة الكبيرة بقى. هو المهرجان يقام تحت شعار المبدعون صناع الحياة ومجد الوطن، راح يكون من الفنانين العرب اللي راح نحتفي بهم ونكرمهم احتفاء الفنان الكبير احمد عبد العزيز، والفنان الكبير علي الحجار، والفنان والاعلاميه دينا شرف الدين، والشاعر طبعا زوجة الاستاذ احمد عبد العزيز. وهنالك نخبه كبيره من الفنانين والاعلاميين والصحفيين، وراح يقام على هامش المهرجان احتفاء كبير ينطلق من فندق بغداد متوجه إلى المسرح الوطني. راح ينطلق من الفندق بصحبة السيارات الكلاسيكية والدراجات الهوائية، وبمشاركة المرور والشرطة الاتحادية وكل الجهات المعنية بالشأن الثقافي والفني. اللحظة دي بستناها تقريبا 12 سنة من بداية عملي في قناة الشرقية، بستنى اللحظة اني اقابل فيها حضراتكم. طبعا سعيد ان انا بتفرج وسط الكوكبة الجميلة من نجوم مصر والوطن العربي، استاذ احمد عبد العزيز والاستاذ علي الحجار والكوكبة الجميلة. طبعا سعيد ان الدورة بتحمل اسم المخرج والإعلامي الكبير فيصل الياسري، اللي طبعا هو أستاذ في الإخراج وأستاذ في الإعلام. فكون إني أتقرب
منه هو شخصيا او من دوره تحمل اسمه. طبعا ده شيء كبير جدا ووسام بحمله على صدري. بشكر طبعا راعي الاعلام في مجموعه قنوات الشرقيه الاستاذ سعد الفزاز، لان هو من اول يوم كان داعم ليا باتصال تليفوني رغم مشاغله، كان بيكلمني من لندن عشان يقول لي برافو عليك انت يعني هيكون لك مستقبل. الكلام ده من 12 سنه وفعلا الحمد لله انا مستمر في القناه بالبرامج المختلفه. بشكر فريق العمل اللي معايا في البرنامج وعلى راسهم مدير التصوير خالد الوسواس اللي معايا النهارده وهو عراقي ومعايا في مصر، ويا ريت يجي على الاستيج عشان يبقى معايا في لحظه التكريم. شكرا طبعا ليه ويسعدني ان يكون معايا معبرا عن وحده مصر والعراق على المستوى الابداعي في مجال الاعلام وفي مجال الفن. الفنان الكبير علي الحجار. الفنان الكبير احمد عبد العزيز. شيء مفرح بان هي زوجة الفنان احمد عبد العزيز اللي حصلت على الكثير من الجوائز المهمة الاعلامية دينا شرف الدين، فلتتفضل. المخرج والاعلامي الكبير فيصل الياسري. يسرني ان احييكم من صالة المسرح الوطني الذي تقام فيه الآن واحدة من أمسيات مؤسسة عيون للإعلام للإبداع والفنون، والذي يقوم الآن بالدورة 13، وكرموني بأن جعلوها يعني مخصصة للاحتفال بها وحضور جيد، وأنا سعيد أنه هذا الاحتفال يتم أيضا في الوقت الذي يحتفل به بمرور 100 سنة على تأسيس الدولة العراقية. من هذه 100 سنة أنا معاصر 88 سنة منها، فأسعدني ذلك، وأسعدني جدا احتفاء الجمهور بوجودي ويتذكرون ما قدمته من أعمال، وإن شاء الله إمكاني أن أقدم أعمال جديدة.